وهنعمل دلوقتي بقى سلطه الكافيار، كرنب احمر، خس، طماطم، خل، كافيار احمر وكافيار اسود، مايونيز وزيتون. طيب كافيار اللي هو ايه؟ كافيار اللي هو بيض السمك اللي هو البطارخ. هتقولوا لي طيب البطارخ اللي احنا عارفينها عباره عن صوابع، كل سمكه الكافيار او البيض اللي بينتج منها او اللي هي يعني بيبقى بتخلفه بيبقى مختلف. يعني السالمون كافيار بتاعه مختلف، الجرنت مختلف، البوري مختلف. اللي احنا بنشوفه ده اللي هو اللي بيبقى بتتباع في السوبر ماركت اللي بتبقى صباعين لونهم احمر جايب على مبيتي كده، ده بتبقى الكافيار بتاع البوري. احنا بقى ايه دلوقتي هنعمل الكافيار بتاع السالمون. هو المفروض ان طبعا حضرتك هتشوف الكميات قليل قوي، بس هو المفروض انه اول حاجه مش رخيص خالص الكافيار بتاع السالمون ده. ده سالمون وده اعتقد الجرنت، سمكه كده كبيره بيعملوا لها مزارع مخصوص عشان يطلعوا منها الكميه دي. يعني السمكه بيبقى طولها قد كده بتبقى بطنها كلها مليانه كافيار. طبعا سعره محترم قوي. يعني نقدر نعمل نفس الطبخه دي بالكافيار التاني بس هنهرسه شويه. هاخد شويه من الخس، الورق مش هياخد الخس نفسه، ورقه واحده كفايه، وهاخد طماطمايه واحده. المفروض بقى ان الطبق ده طبق متدلع، يعني المفروض هو ايه اغلبيته شكل ده كمان طعمه قوي، فالاكل منه كتير مش هيبقى طعمه حلو. احنا هنحط ورقه كده وهنحط شويه صغيرين من الكرنب الاحمر، وهاخد سلايس طماطم رفيعة واحدة وكمان واحدة. نزود بس ال ايوه كده، وبعدين نحط واحدة هنا اهو كده. هو كل قصة عبارة ان احنا بنرص طبق، يعني ده مش المفروض ان ده يشبع، ده المفروض ان هي حاجة دلع. هاخد مايونيز بمعلقه او شوكه، هاخد بقى ايه معلقتين صغيرين علشان ايه نتعامل مع الكافيار كده واحده واحده. بس قبل ما نبتدي في الكافيار هناخد زيتون. دي عامله زي سلطه الاكتوبس، سلطه الاخطبوط. ما بيبقاش يعني بنحاول ان احنا ما نخليهاش تبقى كلها متقلبه على بعض، احنا نخلي كل حاجه باينه علشان كل حاجه زي ما بنقول كده بتمنها. يعني حتى يمكن هستعمل زيتونه واحده للاثنين. ادي واحدة ناخد معلقة مايونيز انا عارف ان في ناس كتيرة هتقول الاكل ده ما يشبعش، بس انا بنحاول نرضي كل الاذواق. يعني ايه؟ يعني بحاول ان انا اعمل الحاجات دي والحاجات دي على قد ما اقدر يعني. وبعدين هنعمل واحدة كافيار أحمر واحدة كافيار أسود. هو فعلا في المطاعم بيتقدم يعني بالحنتوفة كده يعني. واحدة أسود وبيباع بالجرام كمان الكافيار ده. فاضل عندنا ناخد معلقه خل، يعني معلقه خل ايه يعني دوب نقطه، نقطه على دي ونقطه على دي. دول هنرجعهم من الثلاجه تاني. ممكن بقى نحط مثلا زيتونه هنا، رشة زيت زيتون خفيفة خالص. نقط يعني يا دوب.